حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانه حدثنا عبد الملك بن عمير سمعت عمرو بن ميمون الاودي قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابه ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاه اللهم اني اعوذ بك من الجبن واعوذ بك ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر فحدثت به مصعبا فصدقه